السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم هذه الكيكه هذه اللي كتجي رائعه، يعني شي حاجه اللي لذيذه، فانا جربتها وعجبتني وبغيت نتقاسمها معكم حتى نتوما تجربوها. فالمقادير ديالها بسيطه في المتناول، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وما تنسوش تجربوها وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات. اذا غادي نبداو على بركه الله، نمروا نتعرفوا على المكونات وكذلك مراحل التحضير. اذا بسم الله، بالنسبه للمكونات عندي هنايا 160 غرام ديال البسكوي اللي طحنته، هذا هو البسكوي اللي استعملت لان بزاف ديال الاخوات كيسولوني على البسكوي. المهم تستعملوا اي بسكوي كيعجبكم، ولكن البسكوي اللي استعملت انا هو هذا. ثم غنحتاجوا 200 غرام ديال الشوكولا انوار، 100 غرام ديال الزبده، بيضه واحده، ثم كيس ونصف ديال خميره الحلوى. اذا اول شيء كناخذ الشوكولا كنوضعوها في باماغي حتى تذوب، ثم كنخفقوا هاد البيضه بطراب كهربائي او بالفوي ماشي مشكل. فطريقه التحضير سهله وسريعه كذلك، يعني ما كتاخدش وقت طويل هاد الكيكه. بعد ما كتذوب لينا الشوكولا كنضيفوا ليها الزبده، سواء كنذوبوها الزبده وكنضيفوها على الشوكولا او كنضيفوها غير هكا وكنخلطوا حتى كتذوب لينا مع الشوكولا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. ثم من بعد كنضيفوها على البيض، لكن كنخليو الشوكولا حتى كتنزل درجه الحراره ديالها، يعني ما كتبقاش لينا سخونه. كنضيفوها على البيض وكنحركو ثم من بعد كناخدو البسكوي وكنضيفوه شويه بشويه على الخليط ديال الشوكولا مع باقي المكونات. وكنخلطوا حتى كيندمج لينا هاد البسكوي مع الشوكولا. ثم من بعد كنضيفوا خميرة الحلوى كيس ونصف وكنخلطوا صافي، وكنوجدوا المول اللي غندخلوه للفرن. فانا هنايا غنستعمل هاد المول، هذا اللي مول متوسط، فإلا غتستعملوا مول كبير فغتضاعفوا الكميه ديال المكونات كاملين. فالخليط ديال الكيك ديالنا كيجي هكا ثقيل، يعني ما كيكونش خفيف. فكنبسطوا العجين ديال الكيك بهذا الشكل. فإلى عندكم مول كيلصق فغدهنوه بالزبده وترشوه بالكاكاو. ثم غندخل الكيكه ديالي للفرن على 160 درجه، كتاخد مده ما كتعداش 10 دقائق لان البسكوي طايب فما كتاخدش وقت طويل. هالكيكه ديالي بعد ما طابت خرجتها من الفرن، فما كنحيدوش ليها المول ديالها او ما كنحيدوهاش من المول، كنخليوها حتى تبرد لانها كتجي بحال البراونيز من داخل. فكنخليوها واحد ربع ساعه اي 15 دقيقه عاد كنحيدوها من المول. اذا بعد ما بردات الكيكه ديالي حيدتها من المول كيف ما كتشوفوا معايا، كنزينوها بقليل من السكر الناعم من الفوق. ثم غنستعمل لي كاكاويت كاراميليزي اللي طحنتهم غنزين بهم من الفوق. فانتوما على حسب المتوفر عندكم في البيت، ماشي بالضروره تستعملوا لي كاكاويت كاراميليزي، استعملوا اي حاجه، يعني التزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم وعلى حسب الذوق ديالكم. فإلا بغيتوا تستعملوا لي كاكاويت كاراميليزي فانتوما غتاخذوا الكاوكاو خضر غتدخلوه الفرن حتى يتحمر، من بعد تحيدوا ليه القشور ديالو
وغادي تاخذوا السكر مثلا كاس ديال السكر، ضيفوا ليه ملعقه ديال الماء وغتخليوه حتى يصبح كراميل السكر، وغادي تضيفوا ليه لي كاكاويت وغادي تحصلوا على كاكاويت كراميليزي. ثم من بعد ما غادي يبردوا غادي نطحنوا هاد لي كاكاويت وغتحصلوا على هاد الشكل، كيجي المذاق ديالهم لذيذ. فهذه الطريقه ديالي في التزيين، نتوما ليكم الاختيار، وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى ان شاء الله تكون الكيكه ديال اليوم نالت اعجابكم، فالصراحه كتجي لذيذه، تمنيت انكم تجربوها، ونتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. ما تنسوش تخليوا ليا لايك للفيديو الى عجبكم، وتوصلوه لاكبر عدد من اللايكات، وتساهموا في دعم القناه، وتشجعوني دائما على المزيد من العطاء وكذلك الاستمراريه. وما تنسوش كذلك لأول مرة كيلتحق بالقناة، فمرحبا به، انضم للقناة ديالي بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، زر الاشتراك أو سبسكرايب، مع تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد حلويات زبيدة. فكنشكركم دائما جزيل الشكر على حسن المتابعة والوفاء، ونقول لكم تلقوا مع وصفات أخرى جديدة، وفي أمان الله.